ايه ما فيهوش رصيد؟ احول لك رصيد من لا عندي. لا لا والله العظيم ثلاثة ما يحصل، انا موبايلاتي فيها رصيد، انا عايزة ده ايه الاسود. الاسود؟ هاتي الازرق. انا كنت مسجلها بالانجليزي ولا بالعربي؟ دوري بالحاء، دوري بالاتش، دوري بالسيفن، خلصيني. ايوه بالسيفن صح، انا مسجلها بالسيفن. شفت بقى، شفت بقى لما الدنيا بتبقى لطيفة انت بتفكرني ازاي؟ ايوه حنان. ايه حنان؟ لا 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 لا، مش وقت خالص يا صدفة. هي حنان كنسلت عليا على حظي الزفت. الحمد لله. لا لا لا، على فكرة اوعى تفتكر انها حلقت لي، لا دي اختي حبيبتي، هي دلوقتي زمانها بس بتتخانق مع مريم. اه انا عارفة ده الميعاد بتاع الخناقة اللي بينها وبين مريم كل يوم، بيتخانقوا بقى على الفيس وعلى النوم وعلى المذاكرة. ما انت عارف بنات الجيل دول، ده هو بقى كله جيل مهبب. عندك حق والله. اللي قولي يا فندم، انت عندك كام عيل واعمارهم قد ايه؟ تديهم دروس تاريخ؟ هاتي التليفون يا صدفة، هاتي التليفون. لا يا فندم، انا اعمل محاولة كمان، وهي لو كنسلت ابعت لها مسج اعرفها انا فين، ويبقى كده خلاص هي اطمنت. عين العقل. ايوه اعملي كده. والله العظيم حضرتك طيب، هم بتوع برج الميزان كده، مش انت برج الميزان برضو؟ الحمل. ايوه انا قلت كده من الاول، انت شكلك حمل والله العظيم. شكلي حمل؟ الو. ايوه دي يا صاصة، انت واخد تليفون امك ليه؟ يا ستي الموبايل ده فيه نت. ايوه عشان جي بي اس بوصل اوردر. طب اقول لك ايه؟ اكلم بعدين، يلا سلام سلام سلام. صاصة. ايه حنان ايه؟ طب احنا دلوقتي نعمل محاولة تانية. قصدك تالتة؟ لا المحاولة التانية اللي كان فيها المسج، انا ما بعتش المسج. ما هو صاصة رد عليك. ايوه بس انا بعت بقى مسج لحنان. اه اتفضلي. انا هبعت لها مسج خلاص اخر كلام، اطمنها عليا، وبعدين حضرتك تفتح المحضر بتاعك واللي هتسالني عليها جاوب. اه طبعا انا ما اقدرش اوقفك انك تعمل شغلك. ازاي يعني انا هجاوب على كل حاجه؟ ده انا ممسوكه متلبسه. اه كويس، يلا نفتح التحقيق بقى. اه ابعتي المسج اهو. ببعت اهو والله العظيم ببعت المسج. طب بقى بعتيها؟ الحمد لله.